سلم وبارك على سيدنا رسول الله، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. كل عام وأنتم أقرب إلى الله، تقبل الله منا ومنكم، كل سنة وأنتم طيبين، عيد مبارك على الجميع وعلى سائر أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العالمين جميعا. يمكن النهاردة تبقى آخر خاطرة للفجر إن شاء الله، بإذن الله هنكمل معاكم وهقول لكم على الجدول بتاعنا بعد رمضان، بس أقصد آخر خاطرة لأن خلاص إحنا يعني على أبواب العيد. كنا بنتقابل يوميا في رمضان، بالنسبة لي أنا كانت تجربة جديدة عليا أتقابل يوميا معاكم في لايف على صفحتنا، تجربة علمتني كتير وخلتني أقرأ وخلتني أبقى مستني إن إحنا نتقابل، واستقبل أسئلة كتير جدا جدا قربتني منكم أكتر ومن احتياجاتكم ومن تساؤلاتكم. عايز الأول أشكر كل واحد تابع حائر وبعت لنا أسئلة بعد كل حلقة، وأشكر كل واحد شجعنا وكل واحد نصحنا وكل واحد عاش معانا في عالم الحائرين وسمع مننا كل يوم الخلاصة اللي بتريح بال كل حائر. الحمد لله رب العالمين، المدد لما بينزل من ربنا سبحانه وتعالى يعني بيغرق الإنسان في نعمة ربنا. احنا ربنا أكرمنا جدا السنة دي، وأما بنعمة ربك فحدث، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اجعله عيدا مليئا بالسكينة. تعالوا في العيد ده كده يا كل اللي بيسمعني نحافظ على سكينة القلب. عارف لما الواحد يخش في مكان قلبه يتملي بالهدوء والراحة النفسية، يحصل معاه موقف كده يخليه ساكن ومطمئن. رمضان بيحصل كده من العبادة اللي كتير مننا بيعبدها، من القرآن اللي بنعرض قلوبنا وأبصارنا ليه، بيحصل لك كده حالة من السكون. بتختلف شوية أحوال الناس في رمضان. تعالوا لما نخش العيد، الشباب يقولك ما تهيبرش. تهيبرش يعني ايه؟ تطلعش بره المود ده، افرح وانبسط، وربنا بيحب يشوف الناس فرحانة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب يشوفك وانت متمتع بفضله عليك. عشان كده في نهي عن الصيام في أول يوم العيد، لأن ده يوم أكل وشرب وزيارات وانبساط، مش وقت عبادة الصيام. علشان كده انبسط بس وانت بتحافظ على السكينة، حافظ على قدر الروحانيات والإيمانيات اللي دخلت قلبك. وعشان تحافظ على السكينة بكرة اللي هو النهاردة بقى الصبح، يعني يوم ذكر، يعني على قد ما كنت بتذكر في رمضان، على قد ما أقول لك انبسط ويعني يوم ترفيه، بس حافظ على ورد ذكرك بكرة. بكرة الشيطان يعني منطلق بينا، وبدأ الناس توقيع ما بين بعض وغلطات كتير ناس كتير مننا بتعملها في ليلة العيد. عشان كده قيام ليلة العيد وإحياء ليلة العيد في أجر كبير عند ربنا، لأن كتير مننا بيبقى مشغول في اليوم ده، فاللي يحيي هذه الليلة يمكن دي نيتنا النهاردة، نحيي جزء من ليلة العيد في مجلسنا ده مع بعض. أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب كما في بعض الآثار المشهورة. علشان كده حافظ على ذكرك بكرة، ورد الذكر لا إله إلا الله، ورد الذكر الصلاة على النبي، ورد الذكر الاستغفار، حيث أنت تنبسط بس وأنت محافظ على رصيدك من السكينة اللي أنت جمعتها في قلبك طول رمضان. مش عايزين نتخانق على زكاة الفطر. زكاة الفطر بتطلع لغاية وقت صلاة العيد، وبعض الأئمة أجاز إنها تطلع لغاية آخر يوم، آخر مغرب، مغرب أول يوم العيد، يعني آخر أول يوم العيد. يعني الأولى والمستحب عند الفقهاء إنها تطلع قبل صلاة العيد، وبعض الفقهاء أجاز إنها تطلع بعد صلاة العيد لغاية وقت مغرب أول يوم العيد. فالأولى نطلعها في الأمان بعيد عن الخلاف قبل صلاة العيد. إحنا عندنا أربع أئمة، الأربع أئمة دول هم بالترتيب الأحناف، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة. جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية على إن زكاة الفطر بتطلع صاع، الصاع ده حوالي 2 كيلو 2.5 كيلو من الحبوب المشهورة زي القمح أو الرز مثلا، أشهر الحبوب اللي بياكلها الناس. لكن الأحناف ليهم رأي إنها ممكن تطلع بمقدار الصاع ده تطلع فلوس. وإحنا عندنا حاجة مهمة جدا 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 في الفقه اسمها فقه الواقع. فقه الواقع هو كيف تنزل الدليل على الواقع.
بحيث ان الدين ما يبقاش بيحلق بعيد عن واقع الناس. الفقيه محتاج يبقى عنده